إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. جيب اللي فيها كله. ذلك نتلوه عليك من الآيات على العذب اللي فيها. بس كده. أنا قمت هون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. 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 سكت يا رئيس. الله يخيبك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم.
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. كله يعني كده هتقول عليك من الاكل انا على عارف اللي فيها بس كده انا قمت اهو
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم.